جميل شيخ، هو ركز بالتحديد على الجانب الإعلامي، وعندنا مؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي من نسميهم بالمشاهير، ما هي الأدوار أيضا التي يعني نرجوها من أمثال هؤلاء المشاهير وعندهم جمهور كبير من المشاهدين يشاهدهم؟ هؤلاء عليهم أن يستغلوا ما أكرمهم الله به، هذه نعمة أنعمها الله بها عليهم أن جعلهم ممن شهر في المجتمع وأن لهم متابعين كثر. نعم. هو يعني ابتلاء، فإن استعملوا هذه الشهرة في أمور لا تنفع الأمة فهم سيجنون على أنفسهم وعلى أمتهم وسيعدون مقصرين في حقوقهم تجاه الأمة. أما إذا وظفوا هذه المواقع في نصرة دينهم في نصرة قضاياهم فإن هذا صورة من صور الجهاد ومن صور آداء فضل الله تعالى عليهم. فالمشهور لا ينبغي أن يفكر في المال وفيما يجنيه من مال، فإن من يعيش فقط على المال ويتناسى قضايا أخرى يعيش بلا قيمة، يعني لأن الحياة الدنيا ليست هي المال. نعم. والمال لا يعطي كل شيء، الإيمان، الصلة بالله، عدم التناقض مع الذات، هذه أمور لابد أن ينتبه لها الإنسان في حياته. الراحة النفسية، الاستقرار النفسي، والمال هو مكمل لذلك. نعم. ولا غضاضة في أن يبحث الإنسان عن وسائل في اكتساب المال ما دامت بطرق مسموح ومقبولة شرعا، لكن عليه أن يقف في صف أمته وأن ينصر قضايا أمته ولا يكون أنانيا أو متقوقعا أو منكفئا على ذاته. فهذه رسالة إلى كل المشهورين، إلى كل من له صوت مؤثر، أن يوظف صوته في خدمة قضيته وفي خدمة دينه وفي نصرة الحق وفي إنصاف المظلوم وفي توجيه الرسائل الإيجابية الإصلاحية التي تنفع ولا تضر أحدا بإذن الله.